بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. إذا في هذا الفيديو غادي نديرو تمرين آخر من الكتاب المدرسي يتعلق بالمعادلات المستقيمة. إذا التمرين اللي عندنا هو هذا، نعتبر المستقيم دلتا الذي معادلته إي تريك كتساوي جد مربع تلاتة إكس ناقص واحد. أولا أوجد المعادلة المتصلة بمستقيم تي واحد المعار من النقطة آر إحدى تي لا يجوز ناقص واحد العمودي على المستقيم دلتا. السؤال الثاني، أوجد معادلة مستقيم تي اثنان المعار من النقطة أو إحدى تي لا واحد يجوز مربع تلاتة اثنان وموازي المستقيم دلتا. إذا عندنا السؤال الأول، المعادلة المختصرة للمستقيم دي واحد. هنا المعطى اللي غادي نطلقو منه هو أن المستقيم دي واحد مستقيم دلتا متعامدان، المستقيم دي واحد عمودي على مستقيم دلتا. نعرف بأن إذا كان عندنا معادلة مستقيمان متعامدان فجداء ميلهما يساوي ناقص واحد، يعني أن جداء ميليهما يساوي ناقص واحد. هنا لدينا دلتا، مستقيم دلتا معادلته هي y كتساوي جذر مربع تلاتة x ناقص واحد، يعني أن جذر مربع تلاتة إلى خدينا الميل ديال المستقيم ديال دلتا هو جذر مربع تلاتة، لأن عندنا y بدلالة x، إذا جذر مربع تلاتة ميل المستقيم m دلتا ليكن m ميل المستقيم دي واحد. إذا اللي خدينا إم ميل مستقيم تي واحد، إذا إم فالميل ديال فوا الميل ديال المستقيم ديال طالع واجد مربع تلاتة، بما أن المستقيم متعامدان فهو كيساوي ناقص واحد. هنا غادي نحدو الميل ديال إم، يكفي نقسمو طرفين بجوج على جوج مربع تلاتة باش نخلصو جوج مربع تلاتة في الطرف الأول. إذا إم ضارب جوج مربع تلاتة مقسوم على جوج مربع تلاتة تساوي ناقص واحد على جوج مربع تلاتة. إذا نختزلو بها عندنا إم هي ناقص واحد على جوج مربع تلاتة، ومنه المعادلة المختصرة للمستقيم دي واحد تصبح هي y تساوي ناقص واحد على جذر مربع تلاتة x زائد b. هنايا خلينا نحدد b المكتوب عند الأصل، باش نحدد المكتوب عند الأصل عندنا معطى آخر، اللي عندنا هو دي واحد مار من النقطة A الحديثية ديالها جوج واحد، غادي نستغلوها. لدينا A الحديثية ديالها جوج ناقص واحد تنتمي إلى المستقيم دي واحد. شنو كتعني أنه تنتمي إلى المستقيم دي واحد؟ يعني الأرتوب ديال النقطة A يعني هنا كتنتمي، يعني إنكريك A تحقق معادلة مختصرة كتساوي ناقص واحد على جذر مربع تلاتة إكس A زائد B. الأرتوب ديال النقطة A فهو كيساوي ناقص واحد، نعوضوه كتساوي ناقص واحد على جذر مربع تلاتة ضارب الأصول ديال النقطة A اللي هو اثنان زائد b، إذا ناقص واحد تساوي ناقص واحد على جذر مربع تلاتة، ناقص واحد في اثنان هي اثنان زائد b. هذا غادي نحولو للطرف الآخر نغيرو ليه الإشارة ديالها، تولي ناقص واحد زائد اثنان على جذر مربع تلاتة تساوي b. إذا b القيمة ديالها هو هذا، فما نحتاجو حاجة أخرى لأن مكنش نجمعو، لأن جذر مربع تلاتة عندنا في المقام. ومنه المعادلة المختصرة المستقيم دي واحد، عند المعادلة المختصرة للمستقيم تي واحد هي إيكغيك تساوي ناقص واحد على تلاتة على جذر مربع تلاتة إكس زائد بي اللي هي هادي، يعني ناقص واحد زائد اثنان على جذر مربع تلاتة. صافي، إذا هذا هو الجواب ديال السؤال. دوما نجاوبو السؤال الثاني، أوجد معادلة مستقيم تي اثنان المعادلة من النقطة أو الحداثية ديالها واحد على اثنان جذر مربع تلاتة، واحد على جذر مربع تلاتة اثنان وموازي المستقيم دلتا. إذا السؤال الثاني، المعادلة المختصرة للمستقيم دي اتنان. المعطى الثاني اللي عندنا هو لدينا دي اتنان يوازي المستقيم دلتا، إذا عندنا مستقيم تي اتنان مستقيم دلتا متوازيان، وإذا كان عندنا مستقيمان متوازيان فكيكون عندهم نفس الميل. لدينا ميل المستقيم دلتا هو القناة اللي هو قلنا هو جذر مربع تلاتة، إذا ميل المستقيم دلتا هو جذر مربع تلاتة مبقاش نعوضوه، إذا جذر مربع تلاتة ليكون مثلا إم بريم ميل المستقيم دي اتنان. إذا إم بريم كتساوي، إذا بما أنهم متوازيين يعني عندهم نفس الميل، يعني إم بريم كتساوي جذر مربع تلاتة. ومنه المعادلة المختصرة المستقيم دي اتنان تصبح y تساوي
جذر مربع 3 إكس زائد بي بريم. إذا لنحدد بي بريم الأرطوب عند الأصل. المعلومة الثانية اللي عندنا بأنه يمر دائما يمر من النقطة أو التي هي ديالها 1 جذر مربع 3 2. لأن بما أن المستقيم دي 2 يمر من النقطة أو الحديثية ديالها 1 على جذر مربع 3، إذا 1 على جذر مربع 3 2. فإن إذا إلا خدينا إيكغيك أو فهي كتساوي جذر مربع 3 الأصول ديال النقطة أو زائد بي بريم. إيكغيك أو فهو كتساوي 2 تساوي جذر مربع 3 ضارب الأصول ديال النقطة أو اللي هو 1 على جذر مربع 3 زائد بي بريم. نختزلو لأن عندنا الحق نختزلو جذر مربع 3 على جذر مربع 3 هي 1، إذا 1 زائد بي بريم. هذا نحولو للطرف الآخر ويقول ليه الإشارة ديالو تقول لي ناقص 1 بي بريم، لأن ناقص 1 هي 1 تساوي بي بريم. وبالتالي المعادلة المختصرة لمستقيم دي 2 هي إيكغيك كتساوي جذر مربع 3 إكس زائد 1. بهذا نكون وصلنا للتصحيح ديال هذا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.